السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا علينا فيه. راجعين بفيديو جديد بعد ما الحمام ابتدى اللي هو يسخن. هنفتحه كده ونشوف مع بعض كده الحمامتين دول بقى يعملوا ايه. لسه بنسخن فيهم كده يا دوبك، بس امبارح كنت مديهم كام صفارة كده فابتدوا اللي هم يسخنوا. فيهم واحد بيقع منهم حجزناه، فيهم اتنين بيقع منهم حجزناه. دلوقتي هنفتح ل 23 فردة حمام. دلوقتي احنا مشغلين البيبان، مشغلين البيبان يعني اللي هو فرد الحمام بتهيأ له اللي هو يطلع. دي تشريط الباب. في ناس بتقول مشغنة، لا هي بص هي تشريط باب، يعني انت بتشرع حاجة اللي انت بتوربها او بتفتح لها شوية بحيث اللي انت بتعرف فرد الحمام اللي هو هيطلع. مفيش حاجة اسمها شغنة، في تشريط بيبان اللي انت بتشرع اهو بالشكل ده كده. يلا نفتح مع بعضنا كده ونسمي الله. يلا رجالة انت بتأهل فرد الحمام. يلا اللي انت طالع، فاضل لك حاجات بسيطة وتطلع. يلا 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 الفلس. انتوا شايفينهم اهو بيبرموا اهو. برضه لسه بنسخن ولا شواره بقى ولا اي حاجه، بديهم بس صفارتين كده اهو بحيث ان هم ايه يتقلبشوا ببعضهم ويبداوا بقى يعيدوا الذاكره بتاعتهم. وهم زغاريد صغيره كده كانوا بيعملوا ايه. فاللي بيقع منه بيقع منهم دول اتنين لسه مفهومش عصب جامد، فبسيبهم كده بخلص دولت اخليهم يمسكوا بعضهم قوي، يمسكوا العالي يتشفعوا، وبعد كده بفتح للاتنين دولت في قلبهم اهو. السحاب الغزار يفضل يبرم في حته اهو، يفضل يبرم في حته قليله قوي، وبعد كده تلاقيه متشفع في العالي، وبعد كده يبدا يتطرح شمال ويمين. 200 دولت ان شاء الله ربنا يكرم كده ونتمتع بيهم كده احنا وانتوا كده ان شاء الله. عم عالي والله. بص الزوم طب نعرف شوية. ما كأنه قدامك بالظبط. خدوا معبى على كده بقى ان هو كلهم يسخنوا كده اهو، هيبتدوا بقى اللي هم يمشوا. وابتدوا دلوقتي اللي هم خلاص بقى دلوقتي يسمعوا اي حاجه من تحت وانا على السطح يخنصوا لوحدهم. في ميعاد بتاع اللي هو الذكريات بتاعتهم الحمد لله كان قبل ما يتكلف
كان بيكنس من على الظهر، يجي قبل معاك كلفته تلاقيه كنس من على الظهر لوحده. كان الاول كنت باكله في الساعه 5، كانوا بيجي الساعه 5 بالظبط كانوا بيكنسوا، دلوقتي عشان بكلفهم بعد العصر يجي قبل العصر كده مفيش 5 دقايق تلاقيهم راحوا ايه كانسين لوحدهم من على الظهر. مش عارف فاتحين ولا مش فاتحين كده. الزوم بس يا جدعان اهو. طول نفسهم النهاردة، مثلا خدوا 5 دقايق، بكرة 10 دقايق، بعد ربع ساعة، بعد تلت ساعة يبدأوا اللي هو تفتح نفسهم. ده بالنسبة كده كان الفيديو ده اللي هو بس أول يوم لتسخين الحمام، ده ويعتبر تاني يوم لينا كده واحنا بنسخن، بس حبينا إن احنا نعيشكم معانا. فتحياتي للناس كلها اللي كتبت لي كلمة، اللي اطمنت عليا بخصوص التعب اللي أنا كنت فيه. تحياتي لجميع الناس، تحياتي لأي راجل جدع بيكتب كلمة حلوة، لأي راجل جدع بيدعمنا بشكل محترم. والله هي الفكره، الحمام هو ده الحب، هو ده الحمام، هي دي الوسيله اللي بتقرب الناس ببعضها. ايا إن كان انت في محافظه فين، في بلد فين، هو ده هوايه الحمام اللي بتقرب الناس، اللي بتجمع الناس بالخير دايما. فقصه النش دي انا والله العظيم يعني الحمام اهو في ضهر دولت اللي هو عملتهم اللي هم بيترموا، والله ما لاقي نفسي عشان خاطر اساسا خلاص. انا واحد من الناس انا شبعت نش الحمد لله، انا كان من صغري وانا بطلع بجري حمام، يعني كنت لسه عيل صغير كده كنت بجري حمام، كنت بطلع الصبح وبجري حمام، بطلع عصاري، بطلع تماسي. فانا شايف خلاص مش هنيجي بقى على الاخر بقى، انت فاهم، هنزعل الناس مننا، وده يزعل وده يزعل وده يزعل. لا يا عم خلاص، ادام الحمام هو اللي بيزعل الناس ببعضها يبقى بنقص من نش الحمام خالص عشان خاطر ما يحصلش خلافات ولا اي حاجه. اما الفكره اللي انا مثلا ايه يعني هفتح لهم، انا هخيب حمام بايديا. والله ناس كتير، مش انا لوحدي، يعني ناس كتير بتشتكي بتقول ان هو مفيش نش. فعلا مفيش نش، لان كل اللي طالع طالع عايز يمسك حمام، طالع مش فاهم يعني ايه نش، مش فاهم يعني ايه اصول. كل الواحد اللي هو مش اللي مش مشبع حمامه ولا اللي بيقفل على حمامه، في ناس بتبقى سايبه الحمام بتاعها ليل ونهار عضه، تبدا اللي انت الحمامتين بتوعك معديين يفزعوا ينيموا الحمام. شغلانه ما يعلم بقى الا ربنا. لا، في اصول في النش، في قالب بيه نش حمام، يعني ايه، في حاجات كتير قوي اللي احنا اتربينا عليها واللي احنا اتعلمناها. فهي بقى مش ايه، مش ناقص وجع قلب وبنهدى، لا احنا كنا بنطلع بنفيدي الناس الحمد لله، الحمامتين ثابتين وجودهم. فاللي بيضيق في داهيه والله العظيم ما بنشغل دماغنا بيهم، عايزين اللي هو مثلا فرد حمام زغلول واتنطر، فرد حمام تعب ومات، فكده كده احنا مربينهم، احنا مش قافلين عليهم، لا احنا بنيجي وقتهم وبنفتح لهم ملكهم ملك السماء. يعني الحمام من قيمه دقيقتين او من قيمه 3 دقايق كان مثلا في البيبان بتاعي، لكن دلوقتي طلع في السماء، لا ينزل يا ما ينزلش، ربما يحصل اي ظرف وهو في السماء، ياخده مع حد، حاجه تيجي تخبط فيهم، دي حاجه، دي عشان دي متعتك، عشان دي غوايتك. فهي قصتها مش قصه تمن فرد الحمام ايه، يا عم ربي زي ما انت عايز تربي، كل واحد بيربي لنفسه، كل واحد بدا عفوا يا رجاله، كل واحد بدا في الحمام ما رباش حمام على طول، يعني اللي هو مستواه كويسه ولا حمامه شكلها فيها ذوق ولا اي حاجه. كل واحد بدا بقى حمام بلدي، بدا اللي هو لما ينش بقى ينش جريزليات،
واستراليات وشقلبسيات، هتبتدي اللي انت كل شويه هتطور من نفسك، هتحسن من نفسك، عايز اللي انت لا انا الحمام ده بياكل، الحمام ده بياكل، انا رب حمامتين كويسين. بتيجي تربي الحمامتين الكويسين الناس بتشوفهم بتتهبل، اشمعنى ده مربي غزار؟ ما انت ما تعرفش ده مربي الغزار ازاي، ما تعرفش الزغلول اللي بيطلع الغزار ده ازاي. يعني انا ممكن المره اللي فاتت انا كنت مربي طريقه زغاليك بتاع 60 زغلول اللي اتصفصف منهم 20 فرد حمام، يعني من 60 زغلول ما تلاقيش منهم نتي كتير، اللي تعب واللي مات ما فهمش الا واحد بس هو اللي كان اتنطر والباقي كله اكترته تعب ومات من 60 زغلول. لكن لو مربيهم شويه استرات وشقلبزيات وجريزليات وشويه شوامه والحاجات دي قسما بالله ما فيهم حاجه بتموت وبيعدوا. ففكره اللي انا ابوب على فرد حمام غزار ده اقعد 6 شهور لغايه ما يقفل الصمه، واقعد 6 شهور تاني لغايه ما يبات ما يخلص السنه بتاعته، وبعد كده ابدا اللي انا اقدمه واجريه الصبح واطلع له العصر، وبعد كده ابدا اللي انا عايز اجهزه للسنه الجايه او الموسم الجاي اهيئ له اللي هو يطير، اجي اللي هو مثلا ادخله تماسي الاقي بقى فرد الحمام يتزلم، فرد الحمام يتخبط، فرد الحمام يجي لك بيقدف. ليه؟ هي الحياه مش كده. هو والله يا جدعان لا احنا نسيبهم ما دام هو بقى كده هو وجع قلبه ووجع دماغ، فاحنا نطلع ناخد مزاجنا من حمامتين، ناخد مزاجنا ناخد كيفنا منهم والحمام نسيبه ونتمتع بيه. انا كده كده بطلع لنفسي، انا ما بطلعش عشان خاطر فلان ولا القصه دي. انا اتعودت من صغري ان الحمام عيني ما تراهوش، يعني انا لما بفتح لحمامتين يا دوبك بينوروا لنفسهم وياخدوا سكتهم، هو ده النش اللي انا اتعلمته. لكن انا مثلا اطلع يبقوا دايرين فوق دماغي دولت، يعني انا حبيت ان انا اوري لكم دولت هم عاملين ازاي دلوقتي بالشكل ده. لكن بعد كده الحمام ده قسما بالله ما هتشوفوه، انا كنت بفتح الحمام وكنت بنزل اخدم السطح كله وبطلع والحمام كله ما بيكونش لسه جه، يعني الحمام بيكون بياخد مشواره بيقعد بالساعه الا ربع بيقعد بالساعه، الحمام ده بره المنطقه هو ده الحمام. معلش بقى طولت عليكم، والواحد والله عايز يطلع من اللي هو فيه ده اساسا. هذا هو الحمامتين، نفتح برضو الاثنين التانيين دول. احلى صباح على كل الناس، احلى صباح على مشتركينا، فانتظرونا من جديد لجديد. كان معكم كوتو ادم، والسلام عليكم ورحمه الله.